وينضم إلينا من منطقة شارع مكة والمدينة الطبية في العاصمة عمان مراسلنا إسماعيل السلاوي. إسماعيل، مساء الخير، صف لنا المشهد لديك. نعم، مساء الخير لك ولأعزائنا المشاهدين. إنها الجمعة السوداء أو البيضاء كما تسمى هنا في الأردن وفي الوطن العربي. هذه الجمعة دائما في كل عام، الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر أو تشرين الثاني، تعمد الشركات والمؤسسات الكبرى عمل خصومات وعروض على بضائعها لكي يتمكن المواطن الغربي، كانت بداية من شراء البضائع، بضائع عيد الميلاد والهدايا. انتقلت هذه العادة هنا إلى الأردن منذ سنوات وإلى الوطن العربي منذ ساعات الصباح. كما تفضلت الباكرة، عجت الشوارع بالمواطنين، أزمات خانقة شهدتها كافة الشوارع وخاصة في الأماكن وأماكن وجود المولات ومراكز البيع الكبرى. حاول المواطنون الاستفادة من هذا اليوم، العروض وصلت في بعض المحال أو على بعض البضائع إلى 40 و50%. بدأت المحال فتحت أبوابها تحديدا في هذا اليوم منذ ساعات الصباح الباكرة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحلات بالبيع حتى الساعات الليل المتأخرة عن دون الأيام الطبيعية. أيضا يستغل التجار هذا اليوم ويعولون عليه لبيع بضائعهم قبل نهاية السنة. إذن هذا اليوم أصبح يوم مشهود هنا في عمان وفي كافة المحافظات، لكن في عمان تحديدا الأكثر ازدحاما هنا اليوم. كانت شوارع العاصمة وألاف من المواطنين أمام أبواب المولات وأمام أبواب المحال أو المراكز التجارية الكبرى. انتقلنا إلى أكثر من مكان وشاهدنا هذه المظاهر في أغلب الشوارع، وشاهدنا أيضا المواطنين في أغلب الأماكن يخرجون من المولات وهم يعني قد استفادوا من هذه العروض وقد استفادوا من هذا اليوم، الجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء كما يسميها هنا التجار في الأردن وفي كافة أو في أغلب البلدان العربية. هذه الصورة كما تفضلت من شارع المدينة الطبية. الأزمات ربما كما تشاهدون خانقة، إغلاقات في الكثير من الشوارع حتى على الجي بي إس وعلى الخرائط، توضح هذه الخرائط أن الإغلاقات كبيرة في أغلب الأماكن وخاصة في الأماكن التي تتواجد فيها المولات ومراكز البيع الكبرى. إذن هذه الصورة من وسط عمان، الكلمة لكم. شكرا جزيلا لك إسماعيل. إذن كانت هذه الصورة مباشرة في نقل مباشر.